السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الاثنين بن أحمد واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. الخيرة تنوري والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 28 شهر 3 2022، الخيرات تنوريها الجميع الحباب تؤنا في المكان، عيالات رجال وبنات أولاد وكبير وصغير في القرى في البادية في الفلاجات الصغرى المدن الكبرى قبل المملكة المغربية في المكان، الخيرات الحباب تؤنا أهلا بكم. بدينا مع بلقاسم هاد الخيرات تبارك الله. إيه تبارك الله على سي بلقاسم، خاص بهاد الخيرات وقديم من في الاثنين بن أحمد أو الثلاث الأولاد سيدي حجاج، الخيرات تبارك الله وراجل خاص بهاد الخضار أو الفواكه أو كل واحد كان الخضرة اللي تتكون عنده. من البرقوق من العنب من التفاح من البنان ومن العيسى على الليمون الله يحفظك. السي بلقاسم شحال هاد الليمون؟ نافيل هاد الليمون الكبير وهاد الصغير ما درجه ولا ثمن واحد ثمن واحد تيقول لي لا 50 ريال. وهاد التفاح شحال داير؟ 8 دراهم. واصل مريفنا مين هاد الخيرات في الاثنين بن أحمد. نحييو كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. كي داير كبرتي بكري اليوم؟ هذه السلعة غالية. تتشيط لك. هذه موسكا. ذوق البنان عندي وعندك. هاي هاي ديري الثانية عطيتيها. خويا الله يحفظك. بشحال بعتي هاد الخيرة؟ زيد غادي تعطيني الصرف ان شاء الله تزيد. وشحال هاد التفاح؟ شده والله لا شده. كيلو كيلو شويه شويه قدام شويه مع الصباح بكري. كيلو راسو كيلو تقريبا. وهاد التفاح شحال داير؟ التفاح كنقولو 240 ما دارو معنا والو درنا الطن. ما عليكش. هذا ديال هذا بغينا نبيعه في اللحم 1600 هذا راه ديال بنان. ترى فرشي هذاك ماشي. وهاد البنان شحال درتي ليه؟ 220 ولا 1300. وهاد نافيل ولا الليمون الكبير؟ هذا عبد الرحيم توا خاص بهاد الخيرات تاع التفاح والليمون والبنان ديما وهي خضره كانت جديده تجيبها تاع هو كما قلنا البرقوق المشماش الدلاع موحدش الدلاع لا ما يديرش الدلاع يدير سويله الرمان الخيرات تبارك الله فاش تكون اي حاجه. حيوا مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان وشاركوا معنا الحباب الغاليين علينا كبار أو صغار كما كانوا. أهلا بكم جميعا. وشحال الخيرات تبارك الله؟ هاد المنظرية شحال دايرة؟ المنظرية السري. وهاد التفاح؟ 160. وهذاك الليمون اللي حداك؟ هذا من الريال الجديد. تبارك الله. الاخر السيري ديال 100. ما عندي ما نسالك. ما عندي ما نقول، ما عندي ما نقول، الله عليك وما عندي ما نقول. هذا الليمون 100 والاخر ب 60. وهذيك التفاحه اللي شحال؟ 180. معناتها سجلك كامل هايا. ياك؟ سجلتي شكون خضرته؟ ايوا واش غادي نلعب معك حتى وهو؟ انت ترشد جلت هضرتك. اه اي سبحان الله سبحان الله فعلا سبحان الله اللي خلق السماوات والارض
والدنيا والأخيرة وما بينهما يعني فوق بالأكوان تاعتهم العظيمة فعلا. نحيو أي مشاهد قناة زيتون مرشاد، هاد الخيرات راه كاينة في بن أحمد. راه جيت مع شي الصباح وما صدقتش، يلا حطيته. كنت أنا مشيت جبتي أتاي. مشيتي جبتي أتاي. صافي أنا ما بنتيش ليا كاع. وسولت عليك قال لك هو غادي يجي هو يجي وتعطلتي عليك شوية. وهاد الليمون انت اللي بيعيه ولا غير؟ 10 دراهم من حضر. غنديروا معاك ستي جوابات. تبارك الله. بو سلهان؟ شوف كل واحد ياكل مكتبة لي. احنا كانوا غيخليونا بلاش. تبارك الله كان قالوا لنا كان غادي لألمانيا ورجع للمغرب الحمد لله على كل حال خيرات كل حاجة. ها الحمد لله هذاك الشيء مفضل الله عز وجل. احنا راه تتكون غالية ولا رخيصة واخا تكون تصدر تتكون غالية ولا رخيصة لكانت هم جوج دراهم راه تتكون تصدر أو كانت ثلاثة درهم تتكون تتصدر إوا كل ساعة وساعتها حيت كيفاش هي غلات كان التصدير شوية ثقيل البحر ديالو قلات شوية وفاش وقعت ما كطيبش راه ما كطيبش بحال البارد دلع على الفياج دابا خرج من زاكورة فياج خرج من زاكورة البارد شوية طيب ما خرج ويني شحال هذا الناس شد الدلع داخل كان داخل هكا دابا راه غيبدا لكن الماكلة كاينة دابا راه كان غالي أنا ناس كان كاين خوخ شاي الدلع كلشي كاين مارشي كريو العنب كاين كلشي العنب راه ديما ما تيتقطعش العنب العنب كاين لاخا كاين جبال محمد خاصك العنب جيبوه هو موجود في مرجانات موجود بابور يجي كاتلو حم في مرجان ديما تيكلو مع المراوات والسوق يتوحلو نحيي واحد السيد واحد السيد في مرجان تحياتي ليه سي عزيز في مرجان المازوت راه انا تنمشي لخريبكا ب 4000 من السطات لخريبكا ب 4000 ريال انت تاكل لي كاع الله يحسن العون ويني راه قال لك المازوت مسيود في العالم الناس عيطوا لينا من ولاد اخرين قال لك راه ولا ب 400 ولا 400 قلاش. انا 4 اورو 3 اورو قال يلا راه واحد هذا اللي كان بشحال بعتي هذا؟ 70 60 شفت هذيك ويدو تمعت كملوا كملتي؟ انا اللي جينا اللي عطينا 10 قلاش قال لك دي 4 وين بارك تدير بوويدو مرتين شك تدير تي بوويدو دايما انا نولا فوكا دابا خدام في باج جينا السبت عندنا نهار السبت جي عندكم جينا نصور نهار السبت الصباح الجمعة مهور نهار السبت راه تكون في السطات لحد الصباح لحد يكون في ولاد عبدون مع العاصر مع العاصر لا نكون ما قول لي كاع البنات شحال بعتي؟ ها؟ تلعب بالزيتون نطلع فين طلع؟ انا البارح 170 165 جمله صافي هذا في الاثنين بن احمد هاد الخيرات وهادو احبابنا تيعاودوا لينا كيفاش كاين الغلا وهاد الشيء وان شاء الله خير وهاد التفاح شحال درتي لي؟ 220 سلام التفاح ما درتي له 10 8 دراهم ولا 9 دراهم والله ما نكذب وديرها 10 دراهم دورا كنبيعو ب 10 انا قلت نديرها طلبوا له وكي داير الواليد بعدا كي داير وخبر شحال هذا ما عمرنيش السيمانه الجايه السيمانه الجايه ان شاء الله كيفاش قلتي لي السويله ايمت غادا تكون هاد السيمانه ان شاء الله ان شاء الله 170 جمله هاد الشيء باش تبيع وهاد الليمون 50 40
50 هجر بيع. الله يسهل. أجوز أجوز شون نص ثلاثة بقول جا وسع أجوز هاد الفكوس شحال حدين فكوس أخوك اللي في 150 وسوي له 150 أجه يقول اشتاني خر ما غد تنقش لا صافي انا وهذاك بو ويده بشحال باتيا ويده اخوك اللي هو في 280 تبارك الله على السي عيوش الله يحفظك الله يسهل عليك والله يجعل الطرف يسهل عليك امين يا رب.